مرحبا يا شباب، انت تشوف قناة رايت كليك. هذه الحلقة راح اتكلم على مجموعة من العطور. هذه العطور ثباتها اقدر اقول عليها جيد الى جيد جدا. اختاريت فدرينج متنوع شبابي وكباري نوعا ما همينه، وبنفس الوقت حاولت اني اختار مجموعة العطور هذه اسعارها تتراوح بين ال 25 دولار واكو من عندهم يوصل لل 300 دولار تقريبا. خليكم وياي. اول عطر راح ابتدي بيه اللي هو عطر موسكينو توي بوي نسخه الاودو بارفام. بالنسبه للاتفاقيه على العطر، يعتبر زهري، يتكون من الورد الاخشاب، يعتبر حار وطازج. افتتاحيه العطر تكون من جوزة الطيب، الكمثرى، الفلفل الوردي، البيرغامونت. قلب العطر يتكون من الورد والقرنفل. قاعده العطر تكون من العنبر، نجيل الهند وخشب الصندل. سعر العطر هذا يتراوح بين ال 80 وال 90 دولار لل 100 مل تقريبا. احب اقول شيء واحد، هذا العطر حسب رايي قد ما حبيته اقتنيت من عنده اكثر من 3 نسخ. بكل امانه اداء العطر اقدر اقول عليه جيد الى جيد جدا، ثبات العطر اكثر من ممتاز. اني يوصل وياي ثبات العطر هذا حوالي لل 8 ساعات. افتتاحيه العطر طول وياي او فوحان العطر يطول وياي تقريبا ساعتين. العطر حسب رأيي ممكن جداً أني أستعمله على طول مدار السنة، لكن إذا تريد تسأل رأيي أنا أفضل أني أستعمله بالأجواء الباردة لسبب واحد. العطر نوعاً ما أنا أحسه حار، تصور هذا كله راجع بسبب وجود الفلفل. الورد اللي موجود بهذا العطر كثير من الشباب ما يتقبلوا، وفي ناس تتقبله بالعكس. أنا حسب رأيي رائحة الورد هنا صح هي رائحة قوية ومو من السهولة أي شخص يتقبله، لكن العطر ممتاز بثبات وأداء أكثر من جيد. رائحة العطر الورد هذه اللي موجودة بهذا العطر معطية فد رونق، وممكن جدا أنه تقدر تأخذ هذا العطر كسيجنتشر، لأنه هذا العطر حسب رأيي مو بسهولة انك تلاقيه متكرر بغير عطور. صح اكو الفلفل والخشب هنا موجود بيه، لكن العطر هذا مختلف. جدا انصح بهذا العطر. صدفة اني هذا العطر اجاني بصراحة هدية وكثير عزيز على قلبي، لهذا اني دائما تعرفون من اشتري من العطر يعجبني والاقي اداء وفوحانه وثباته اكثر من جيد اخذ اكثر من نسخة. لهذا هذا العطر اني عندي من عنده 3 نسخ، ثلاثتهم ما خيبة ظني. العطر الآخر اللي راح أتكلم عليه هو من شركة بلغاري الإيطالية. أول شيء أبدي به سعر العطر اللي يتراوح بين 80 و90 دولار للميت مل. بصراحة هذا العطر محبب جدا من قبل الشباب ورجال الأعمال ويصل لمرحلة الإدمان حتى. فصديق اللي يستعمل هذا العطر وعادة ما يقول اللي من أمسك هذه العلبة صعب أني أتوقف من بخ بالرشاش. بالضبط هذا الإحساس اللي راح يجيك من تستعمل العطر، وخصوصا ما إذا كنت تحب العطور الماسكلين أو العطور الرجالية. هذا العطر رجولي قوي، يمكن أكثر الناس تحب العطور هذا العطر هم رجال الأعمال والأشخاص اللي عندها دعوة رسمية. أكيد أنصح أن يرتدي العطر، بس ما أنصح أنك ترتدي العطر وتروح الحفلة أو مناسبة، لأنك تحتاج عطر فرح نوعا ما. هذا العطر حسب رأيي فيه تاتش من الغموض ودارك نوعا ما، اللي يعطيك هاي صفة الغموض. وهسه راح أقول ليش هذا العطر غامض. الصور هذا يرجع المكون الرئيسي للعطر، وهو حسب تجربتي العطر يتكون من 3 مكونات رئيسية اللي هي الرام والتوباكو ورائحة الجلد. ممكن طبعا العطر يحتوي على عدة مكونات مثل التوابل والفانيليا وحبوب التونكا، لكن حسب رأيي في 3 مكونات طاغية. يمكن رائحة التبغ ماخذة فتحيز كبير وطريقة مزجها بالرام معطية هذا الغموض، وهنا تجي رائحة الجلد اللي تعطيك رائحة الداركنس أو ممكن حتى معطية الرائحة الرجولية. طبعا ما افضل انك ترتدي العطر هذا بفصل الصيف على اساس ان العطر حار، وكذلك ما افضل انك تستعمل العطر لاجواء الدراسه. خلينا نتكلم شويه عن فوحان العطر. هنا العطر ممكن يبقى معاك بالنسبه للفوحان اكثر من 3 ساعات. انا مجربه بالاجواء البارده، تحفه فنيه. حسب رايي العطر يوصل ثباته الى اكثر من 6 ساعات.
مناسب العطر أني أشوفه أكثر للأجواء الليلية، الأجواء السهر، الأجواء الباردة. بالنسبة للاتفاقية على العطر، كثير يعتبرون العطر خشبي ونلاحظ بوجود الرام والبلسم. أنا أشوفه كذلك العطر حار مثل ما ذكرت. افتتاحية العطر تتكون من الرام والتبغ والتوابل، قلب العطر يتكون من المسك والجلد، قاعة العطر تتكون من حبوب التونكا والخشب. العطر الآخر اللي راح أتكلم عليه هو من شركة توم فورد، والعطر هو توم فورد توباكو فاني. يعتبر هذا العطر من أكثر العطور المشهورة وإلى رواج ونجاح بالعالم، بعالم العطور، على أساس أنه العطر محبب من قبل النساء وبثبات وفوحان أكثر من جيد جدا. لكن اللي طبعا يعيب على هاي العطر أو خلطات الخاصة بالنسبة لتوم فورد، اللي هو سعره اللي عادة ما يتجاوز $200 للخمسين مل. أذكر أكثر من مرة أني ارتديت العطر بالعمل وجاني تعليق عليه أنه العطر هذا حيدر، إحنا نعرف أنه أنت ما تدخن، لكن أنا إحنا متأكدين أنه أكو ريحة تبغ عندك. وبالضبط هذا الانطباع الأولي بالنسبة للعطر، مجرد أنك تستعمله راح تحس بوجود كمية من العطر. وأجمل ما بالموضوع أنه طريقة مزجها بالفانيليا، بحيث أنت ما راح تكره التبغ اللي موجود عندك، اللي عادة أن هذا يسبب المدخن، الشخص اللي يدخن لما يدخن له سيجارة يرجع دايركت شم العطر الريحة ما محببة. لكن هناي المزج بين التبغ والفانيليا أكثر من تحفة فنية. العطر الآخر اللي راح أتكلم عليه طبعاً انجبرت إني أتكلم عليه هو كريد أفنتس، من أكثر العطور اللي لاقت رواج بالأسواق طبعاً، وما ألومه ليش. عادة النساء ما تعلق على هذا العطر، ممكن جداً أنه يكون العطر توقيعك الشخصي طبعاً، وممكن جداً أن تستعمل العطر على طول فصول السنة. لكن حسب رأيي إذا تريد تستمتع بالعطر حاول تستعمله بالأجواء الحارة، على أساس أنه العطر فاكهي رغم وجود الدخان به، لكن أنا أشوف كمية الليمون والأناناس أكثر من رائعة. طبعاً شغلة واحدة، إذا الجو حار درجة الحرارة 55 لا تتوقع العطر كفاءته راح تكون ممتازة. نقطة مهمة على حد علمي أنه العطر عيد تعبئته أكثر من مرة، وكثير يقولون النسخ الجديدة، هاي النسخة قديمة، النسخ الجديدة أدائها متوسط أقل من جيد. العطر مشهور جدا بافتتاحية نظيفة تكون من البيرغامونت والأناناس. أنا متأكد في شيء مدخن مثل ما قلت بالعطر، لكن أكيد هذا الشيء مش مذكور. هذا أجمل ما بي العطر هو نقائه، كثير إلى بدائل وكثير إلى alternative، لكن حسب رأيي يمكن هذا من أجمل وأنظف العطور الأناناس اللي وصلت. طبعا راح تقولون نيشان هاتشيفات، طبعا نيشان هاتشيفات أكثر من راقي، لكن أنا بالنسبة لي بصراحة جربت النيشان، ما اقتنيته لحد الآن، لكن جربته بالديوتي فري نيشان هاتشيفات، عطر راقي افتتاحيته أنا حسيتها هارش شوية بصراحة. هذا العطر نظافته ونقائه أكثر من جميلة، أكثر من تحفة. العطر الآخر اللي راح أتكلم عليه هو ميدنايت عود. العطر هذا من شركة أرض الزعفران، يعتبر أقرب بديل لأمواج إنترلود. بكل بساطة أقدر أقول نسبة الشبه بين العطرين ممكن توصل إلى أكثر حتى من 80%. أجمل ما بالموضوع أنه سعر العطر بين $20 و $25، درجة فوحان العطر تصل إلى 3 ساعات، أما ثبات العطر أنا برأيي يوصل إلى حتى أكثر من 7 ساعات. الشركة حاولت طبعا تنسخ كل شيء أنا حسب رأيي، من شكل العلبة ويمكن حتى الكفر مالتها اللي هو قريب جدا إلى أمواج إنترلود. افتتاحية العطر جدا مشهورة اللي هي الفلفل والتوابل والبيرغامونت. قلب العطر يتكون من اللابدمون والعنبر، أما قاعة العطر تكون من خشب الصندل، العود، الباتشولي، الجلد همينة. حسب رأيي بالنسبة لفوحان العطر ممكن يبقى قلت أكثر من 3 ساعات تقريبا، ثباته أكثر من 7 ساعات. نصيحة صغيرة، إذا أنت من محبين هذه العطور الثقيلة لازم تجرب هذا العطر قبل ما تقتني، رغم أنه سعره بسيط، لكن حسب رأيي ممكن جدا أنه ما يعجبك، لأنه هذه العطور الثقيلة مو بسهولة أي شخص يرتديها ومو بسهولة أي شخص يتقبلها، لهذا جربها قبل ما تقتني. هذا رأيي بالنسبة لي ميدنايت عود. العطر الآخر اللي راح أتكلم عليه هو من العربية للعود اللي هو سيجنتشر. العطر والعلبة صراحة أكثر من راقية، ممكن جداً تحسسني أنه هذه العلبة والعطر، العطر مش مثل زيرجوف، لكن العلبة دارك تحس أنه شركة زيرجوف. كأنه العطر حسب رأيي إذا أنا ما غلطان يجي 90 مل فقط، طبعاً أودو بارفان، سعر العطر يتراوح بين $150 و $200، لكن إذا أنت تحب تقتني هذا العطر أنصحك تنتظر التخفيضات اللي عادة ما تنعمل بين فترة وفترة، اللي ممكن توصل حتى إلى 50%، وأحياناً يعملون شيء آخر
أنك تقتني عطرين بسعر عطر واحد. أول شيء العطر راح تنتبه إلى أنه من تستعمله وجود خلط جميل بين الكارديمون أو الهيل والليمون. العطر بصورة عامة ما عندي أي مشكلة أني أستعمله على مدار السنة، لكن أفضل أن يكون الاستعمال بفصل الشتاء أو على الأقل أن يكون الجو شوي فيه برد، رغم أنه العطر حسب رأيي فاكهي ويعطيك إحساس بالانتعاش والفرحة، لكن بصراحة حسيت العطر ثقيل وممكن جدا مع حرارة الجو يبدي العطر يحسسني بالضيق. هنا دائما أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية، ممكن جدا شخص آخر يحب العطر في جميع فصول السنة مثل ما ذكرت بالبداية. ملاحظة صغيرة، أذكر أني استعملت العطر وبخيت على الملابس ومن خلص اليوم ورجعت الجاكيت بالخزانة، أذكر كل الزين بعد 3 أيام تحت الخزانة عشان أطلع الجاكيت لسه العطر محافظ وأقدر أشم بوضوح بالملابس. هذا كل شيء بالنسبة لحلقة اليوم. أطلب من عندك أنه ما تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس.